سيداتي وسادتي، أسعد الله ليلتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بنا جميعا في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم اليومي خلال شهر رمضان، ملفات للنقاش. ملفات للنقاش في حلقة اليوم سنخصصها لملف الممرضين بالمغرب. عددهم يتجاوز 29,000 ممرض وممرضة. اليوم انطلق إضرابهم الوطني الذي يخوضه الممرضون والممرضات بالمغرب لمدة 3 أيام. ما هي انتظارات الممرضات والممرضين بالمغرب؟ ما هي آمالهم وآلامهم؟ كيف خلدت الممرضة والممرض المغربي يومهم العالمي؟ ولماذا يصر الممرضات وتصر الممرضات والممرضون على الاحتجاج في الشوارع من أجل الضغط على الحكومة لعدم تحقيق مطالبهم وانتظاراتهم؟ وما مآل الحوار مع وزارة الصحة؟ وهل من أفق لمعالجة كل هذه المطالب أو على الأقل جزء منها؟ هذه الأسئلة وغيرها سيجيب عنها ضيفي حلقة اليوم من برنامج ملفات للنقاش. يسعدني أن أستضيف كل من السيد سليمان العمري، إطار بوزارة الصحة، رئيس مصلحة الطب التقني بتزنيت، وأيضا هو الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة CDT بجهة سوس مسا. مرحبا بك سي سليمان. شكرا سي سعيد، مرحبا بي عندكم. وأيضا نرحب بك للمرة الثانية لأنك تنقلت عن السفر من تيزنيت إلى مدينة أكادير، فشكرا لك على تلبيتك للدعوة. معي أيضا السيدة خديجة العبادي، اللي هي ممرضة مجازة تخصص القبالة، هي عضو لجنة الإعلام والاتصال بحركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب. مرحبا بك خديجة. شكرا على الاستضافة. ومرحبا بك أيضا لأنك تنقلت من أدرار كما يقال من الجبل إلى السال إلى المدينة للحضور، ولبيت دعوة حضور برنامج ملفات للنقاش الذي سنخصصه اليوم لملف الممرضين والممرضات في المغرب. أول أمس تم تخليد اليوم العالمي للممرض يوم 12 ماي. كيف خلد الممرض المغربي والممرضة المغربية يومهم العالمي سي سليمان؟ مساءكم سعيد سي سعيد، ورمضان كريم. الأخت خديجة العبادي الزميلة ديالنا في المهنة، السادة المشاهدين والمستمعين ديال القناة ريمال تي في، ككاتب جهوي كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كيتزامن مع الحوار الاجتماعي الوطني اللي تم التوقيع ديالو في 25 أبريل، والذي بالمناسبة كنحيي القيادة الوطنية ديالنا ديال الكونفدرالية اللي امتنعت عن التوقيع ديال هذاك الاتفاق اللي هو ربما اللي ما كيرقش حتى المستوى المطلوب ديال الشغيلة عامة والشغيلة الصحية خاصة. ربما بالنسبة للممرضين على المستوى الوطني، فرغم التقدم الذي عرفته المهنة التمريضية في هذه السنوات الأخيرة والمجهودات المبذولة من ربما إلا هضرنا من السبعينات للثمانينات للتسعينات، أنه تم كاين تطور في المهنة وكاين مجهودات مبذولة من طرف الممرضين والمهنيين على الخصوص الصحيين، ولكن بالمقابل الوضعية ديال مهني الصحة خاصة الممرضين لا زالت متدهورة رغم ماديا ومعنويا، وحتى في بخصوص الوضعية المادية والقانونية، خاصة القانونية ديال الممرضين انها لا زالت خاصة بزاف ديال هو الحلقة الأضعف في المنظومة الصحية. هو الممرض هو الذي رغم كما قلت رغم المجهودات المبذولة الا انه ما زال الممرض يعاني من الوضعية القانونية، انه باقي خدام في واحد الوضعيه اللي ما هيش ما له هو ما عليه في المنظومه الصحيه. هذا رجعوا ليه بتفصيل سي سليمان. معايا ايضا خديجه العبادي اللي كتمثل حركه الممرضين وتقني الصحه لهذه الحركه، ربما اللي ظهرت في اطار واحد الحراك معين وفي واحد سياق معين، خرجوا الشارع في 12 ماي في اليوم العالمي للممرض. كيفاش خلدتوا هذا اليوم العالمي؟ واش خلدتوه بنكهة الاحتفاء ام بنكهة الاحتجاج؟
العكس، في الاول كنبغي نشكر ريمال تي في على الاستضافه ديالها وعلى الاهتمام ديالها بالممرض المغربي وبالمعاناه ديالو بالعيد ديالو العالمي، وكنبغي بهذه المناسبه نتقدم للممرضين كلهم بالتهاني بمناسبه اليوم العالمي، وان شاء الله نحتفلوا به ان شاء الله في الايام القادمه على حينما تتحقق المطالب، حينما تتحقق المطالب وعلى وبالنصر ان شاء الله، عند بنكهه الاحتجاج بنكهه الاضرابات وبنكهه الاحتجاجات وبنكهه الاضرابات. وقد قدمت حركه الممرضين وتقنيي الصحه بهذه المناسبه ندوه وطنيه صحفيه تحت عنوان الاستجابه لمطالب الممرضين وتقنيي الصحه قاطره للرقي بالمهنه وتجويد العرض الصحي. وكان الهدف من هاد الندوة هي أنها رفعت خلالها اللبس عن مطالب الممرضين ووضحتها بتفصيل، ووضحت للرأي العام ما جاء في الخرجات الإعلامية للسيد الوزير من مغالطات بتصفية ملف الممرضين وما إلى ذلك. طبعا أرجعوا بتفصيل أكثر لمطالب ديال المهنيين. سي سليمان، في هذا الوضع اللي عاشته الحركة ديال الممرضين منذ الاستقلال اليوم، كيفاش كتشوف شنو هي الانتظارات، بالخصوص شنو المطالب الان اللي جعلت ان الممرضين ديال المغرب كيحتجوا في هذا اليوم وتدعوا الاضراب اللي ماشي يوم واحد، وكنعرفوا الخطوره والموقع ديال الممرض في المنظومه الصحيه، اضراب لمده 3 ايام من اليوم الى غايه بعد غد، يعني الى غايه يوم الخميس المقبل. هذا سيشل المستشفيات كلها ديال المغرب طبعا العموميه. هو اولا اضطرينا اننا نقوم بها في هذه المرحله، وكنعرفوا ان المواطنين هو المتضرر الاول والاخير. بالنسبه لنا احنا في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، انه ما يمكنش ننكروا انه كاين واحد المسلسل ديال الاصلاحات اللي احنا نادينا به من مؤتمر 2010 الى يومنا هذا. كاين بعض المراحل اللي كان عند الممرض هو في 1993 حيث بدا العمل بنظام اساسي، اول نظام اساسي اللي دار للممرضين هو في 1993، وكان فيه بعض النواقص اللي هي كان فيها واحد الطرف ديال الممرضين اللي هما داوي سنتين اللي هما تضروا في واحد المرحله، وكانت في ذيك المرحله انه كان خريجي مدرسه الاطور اللي هما دوزيام سيكل من بعد حتى هما تضروا في واحد المرحله من المراحل. في 1996 جاء اتفاق واحد غوش فاتح غوش، اول اتفاق ثلاثي، كانت الزياده في الاجور وكانت ترقيه استثنائيه استفاد منها تقريبا واحد 25,500 ممرض تقريبا في ديك المرحله. وفي 2006 كان اتفاق ثلاثي ثاني، ديال حيت باش نهضر لك في واحد المساله، هو انه اللي وقع في هذه المرحله الاخيره وانه كانت جميع الحكومات اللي دازوا اللي تعاقبت، يعني كانت على الاقل دارت واحد شي شي شي, شي بادرات للممرض. يعني الحكومات الاولى كانت ترقيات استثنائيه، كانت بعض منذ 2011 الى يومنا هذا بقى داك الشيء، الا واحد النقطه اللي هي مهمه اللي كتسجل لهذه الحكومه هو هذا اللي مدي اللي دار، رغم انه مازال ما مازال ناقص، كاين غير ال كاين غير ال ام دي اللي دابا كاين الناس دابا اللي داروا الماستر ديالهم ورجعوا للاماكن ديالهم، دونك هذاك غير باش يكالميو يعني يزيدوا ديك ال ام دي، ولكن التطبيق ديالو مازال في ارض الواقع ماشي 100%. طبعا استمعتي للدفوعات ديال السي سليمان، بالنسبه لكم في الحركه الممرضين وتقنيه الصحه بالمغرب، شنو الدوافع اللي جعلت انها التوتر وخروج الممرضين للشارع تزادوا التفاقم خلال هذه المده، وبالخصوص انه حنا في الفتره ديال هذه الفتره وفي رمضان والعواشر هذه وثلاث ايام ديال الاضراب، شي حاجه كثيره بالنسبه لواحد المريض او مرتفق كيطلب الخدمه الصحيه، وغنتلاقاو في البوادي وفي كبرى المستشفيات العموميه انه يجي مرتفق المريض بغى يتعالج ولا بغى يطلب خدمه استشفائيه، ويتلقى الممرضين دايرين اضراب 3 ايام. السبب هو الظروف اللي كيتخبط فيها الممرض المغربي واللي كيخدم فيها، اللي كتفتقد الشروط العمل المناسب. من هذه الظروف ان افتقادنا الى هيئه وطنيه للممرضين وتقنيه الصحه،
هذه الهيئه اللي ممكن انها تنظم المهنه ديالنا وتحميها من الدخلاء وتحميها من المسترزقين كذلك، وهي ستعود بالفضل وبالايجاب على المريض قبل الممرض. وكاين السبب الثاني اللي هو اشتغال ممرض في داخل فضاء به الفراغ القانوني، فراغ قانوني يفتقر الممرض الى اطار قانوني الى اطار قانوني يحميه رغم وجود نظام اساسي من المتابعات القانونيه الجائره التي في معظم الاحيان تستنجد بالقانون الجنائي. اذا كتشوفوا بان الوضعيه الان هي وضعيه هشه بالنسبه للممرض المغربي، وضعيه جد هشه في ظل الظروف وفي ظل الخصص المهول للموارد البشريه وفي ظل المعطلين الذين زاد عددهم عن 9000 ممرض. اذا انتم في المغرب كتشكلوا 29000 تقريبا وكتنضاف لها واحد 9000 ممرض في حالة عطاله. نرجعوا لك سي سليمان، انت شاركتي في الحوار القطاعي مع وزاره الصحه باعتبار الموقع ديالك النقابي ايضا. هذا الحوار اللي باشرته الوزاره منذ مده وفي عهد الوزير السابق والوزير الحالي، شنو هي المخرجات ولا كان فقط غير حوار من اجل الحوار كما هو الشان في بعض القطاعات اللي يتم استهلاك الحوار وتمطيطه؟ كنشوفوا بان في المنظومه الصحيه احتجاج الاطباء احتجاج في التعليم العالي ديال الطلبه الاطباء، احتجاج الاساتذه في التعليم، احتجاج الممرضين. واش هذا الحوار ما كانش عنده افق ولا ما كان كيستجب في الانتظارات ديالكم؟ كيفاش كان هذا الحوار؟ انت عشتي هذا المخاض؟ نعم، قبل ذلك لابد ان اشير لواحد النقطه اللي ما خصنيش نخليها تدوز، وان الممرضين فيهم فئات، وربما حنا كنقابه ككونفدراليه الديمقراطيه للشغل حنا عندنا واحد المسار منذ الثمانينات الى يومنا هذا، وحنا كنواكبوا هاد المتطلبات ديال جميع الفئات ديال قطاع الصحه بما فيهم الممرضين. والممرضين لابد نهضروا على واحد الفئه ديال ذوي سنتين من التكوين اللي هما ديال ذوي سنتين، واننا قبل 93 قبل كان التكوين ديال الممرضين لي ديبلومي ديتا كانوا التكوين كيكون بسنتين، من بعد 93 الفوق ولا بثلاث سنين، هو اللي جعلني انا دابا دار ليسونس ال ام دي. وفي 93 كان هذا القرار ديال انه يتغير هذا النظام هذا، ولكن كان الحيف على هذه الفئه هذه ديال سنتين. هاد سنتين عاوتاني جا في 2001 كانت ترقيه استثنائيه وعاوتاني تقصاو هما نيت عاوتاني تقصاو بواحد القانون، وجاو في 2017 وعاوتاني تقصاو هذا 2017 القانون. ولكن هذا الدور ديالكم انتم كنقابات انكم القوه التفاوضيه ديالكم ربما ضعيفه مع الحكومه ومع الوزاره على الاقل اللي هي مكلفه بالصحه. هو كاين مساله، هو انه كاين بعض في القوانين ملي كتكون كتحاور مع الحكومه ولا مع الوزاره ما كنستعملوش العاطفه بزاف، كنستعملوا لا لوجيك. ملي كتجيك الوزاره كتقول لك غادي نعطي واحد العدد يعني 25000 وغادي تكون واحد الفئه ربما ان شونجمون تو لي شونجمون، اي شونجمون كتكون فيه ضحايا، ولكن ماشي ضحيه المره الاولى وضحيه المره الثانيه وضحيه المره الثالثه. اذا الممرض مشى في ضحيه ديال التغيير ديال القوانين ثلاثه المرات ونفس الفئه وقف في السلم 10 هانتا نفس الفئه. دابا المطلب ديالهم هو الترقيه الاستثنائيه، وحنا في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل حتى حنا كنطالبوا، وحتى معنا حتى الناس الاخرين اللي في المنظومه الصحيه اللي كيقولوا باللي هاد الناس هادو راه ضروا بزاف وخصهم من بين اولويات. وغادي نرجع لهذا الحوار القطاعي اللي سولتيني عليه، انني كنت تشرفت بانني نمثل الممرضين في الحوار القطاعي على الصعيد وزاره الصحه، كانت اللجان الموضوعاتيه، وكنا كاعضاء اللجان الموضوعاتيه حطينا الاولويات، عندنا بزاف ديال الاولويات اللي حطينا واحد المسار. ولكن اللي مؤخرا راه الكاتب الوطني ديالنا رفع رساله لوزير الصحه على انه بدا كيبان بلي راه داك الحوار
بحال حوار مغشوش، يعني ما فيه ما منه والو. حوار غير فقط من اجل الحوار، من اجل ما عندوش مخرجات. والدليل هو ان الوزاره كتقول لك انا ما عنديش غلاف مالي. جينا حنا كنحطوا المطالب وكنحطوا على اساس انه كاين غلاف مالي اللي هو محدد، غادي على الاقل هاد المطالب ديال هاد الحركات ولا التنسيقيات ولا ديال النقابات. حنا اصلا حنا في اطار بهذه المناسبه كندعو الحركات ولا حتى التنسيقيات انهم ينخرطوا في النقابات ديالهم، حيت غدا ولا بعد غدا راه لا بد من هذا الانخراط. علاش؟ حيت المساله الحوار كيكون بين النقابات، ما كيكونش بين الحركات وبين، وهذا الشيء ما كينقصش من القيمه اللي قامت به الحركات ولا التنسيقيات ولا. لهذا انا بغيت نكمل غير في النقطه ديال الحوار القطاعي، انه لحد الساعه بعد جولات اكثر من 4 ولا 5 الجولات مع رئيس قسم الموارد البشريه مع اللجان في وزاره الصحه، لحد الساعه حتى حاجه ما كاينش. وهنا كنبغي نقولوا شنو هو السبب في نظرك؟ السبب اننا حنا ربما هو ربح للوقت، حيث اصلا الا جينا نقيموا ان نرجعوا للحوار المركزي اللي تعطات فيه الحكومه كلها، عطات فيها 100 درهم 100 درهم 200 درهم، وما بالك شنو غنتسناو من وزاره اللي هي تابعه للحكومه باش تعطيه لينا على في هذا الباب هذا. دونك حنا كنا كنقولوا انه الا كانت بعض المطالب ربما اللي غادي نجيو ليها من بعد اللي هي غنجيو لها بالتفصيل اكثر، لان كاين بعض المطالب اللي ماشي دائما ماديه ولكن هي معنويه، بغات رد الاعتبار للممرض، توصيف الكفاءه ديالو والممرضين حمايته. على ذكر الممرضين راه اللي هضرتوا على المواطنين انهم كيتضروا، اول حاجه اللي كيفكروا فيها الممرضين، وهذا بشهاده الجميع، شهاده حتى المواطنين انه ملي كيجي كيلقى الممرض هو الاول اللي كيلقاه في سميتو، واخر من يغادر هو الممرض اول من وحتى في البياصات وعند اللي ديال لي مالاد، الممرض هو اللي كيكون قريب للمريض، وهو اللي كيكون كيتستاشر حتى في داره ليلا ونهارا السبت والاحد الاعياد. غادي نجيو حتى التعويضات اللي هي الهزيله ديال التعويض على الحراسه اللي كيسميوها ديال الليل. هذيك غنرجعوا لها بالتفصيل اكثر. نبقى مع ننتقل للسيده خديجه، انت عندك خصوصيه انك كتشتغلي في الوسط القروي الان وكتمارسي، واش هاد المطالب او هاد الالام التي يعيشها الممرض وتعيشها الممرضه تزداد اكثر في القراوي ام تخف معاناته في القراوي على الحضري؟ هي مطالب خاصه وان حتى الساكنه تشكو من ضعف قرب هذه الخدمه من الساكنه، يعني حتى في المستوصفات في القراوي كنجدوا مجموعه المستوصفات مغلقه، يعني رقعة الانتشار ديال الممرضات والممرضين في الوسط القروي مازال محدود غير في بعض المواقع. واش كتشوفي انت كممرضة ممارسة الان وفي الوسط القروي بان الالم ديالكم تزداد اكثر من هذا الشيء اللي قال سي سليمان؟ في ربما هو كيشتغل بالصفة النقابية ديالو ايضا كيشتغل في الوسط الحضري، كاين اختلاف، شنو اللي كيميزكم بالضبط؟ هو فعلا كتبقى المطالب ديال الممرضين الستة اللي غادي نعاود نذكرها كتبقى حاضرة سواء في المجال القروي ولا في المجال الحضري، وإنما كتزداد بعض المرات شدة في المجال القروي. فمثلا نعطي على سبيل المثال، في المجال القروي كيكون نقص في الموارد البشرية أكثر من المجال الحضري. بعض المرات كتلقى مولدة وحيدة هي اللي كدير مثلا الخدمة الإلزامية، وهي اللي كدير ليزيفاكياسيون، هي كتمشي مع النساء لحوامل في حالة مخاطر، هي الطبيب وهي الممرضة. ايه، وهي الطبيب بعض المرات كتلقاها انها كتمارس مهنة الطبيب كذلك، وكتمارس مهنة فام دميناج ومهنة سيكوريتي، كتلقاها كدير مجموعة من الخدمات في تحت اطار المهنة ديالها اللي هي القابلة. وكتشوفي بان انتم في داخل هذه الحركة ديال الممرضين وتقنية الصحة حققتوا شي حاجة لهاد الممرضين اللي ما حققوش النقابة؟
نحن لازلنا في إطار تحقيق المطالب ديالنا، لازلنا نهدف إلى تحقيق مطالبنا. الحركة ما يمكنش تبعدها على المسار ديال النقابات، هما كيكملوا بعضياتهم. هي الحركة هي خروج للشارع للتعبير عن هموم الممرضين وتقنية الصحة، والنقابة تؤثر فعلا. كنلقاو حنا ان كوادر ولا الممرضين في الحركة معظم ديالهم في النقابات، في جميع النقابات، في جميع الأطياف النقابية. يعني ان النقابات تكمل الحركه والحركه تكمل النقابات. احنا نشتغل لمصلحه وحيده، هي مصلحه الممرض ومصلحه المواطن. رجعوا دائما للهموم ديال والانين ديال الممرض في داخل المنظومه الصحيه، وكنعرفوا بان الممرضين في داخل المنظومه الصحيه في المغرب يمثلون حسب الاحصائيات تقريبا ثلثين من الاطر او من الموارد البشريه ديال وزاره الصحه. شرطي سي سليمان بعض الامور ديال الترقيه والان هذا البلوكاج اللي كاين ديال الاستمرار الممرض مثلا الفوج ديال 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 خديجه اللي تخرجت بلا ليسونس، يعني ال ام دي، وقفت وزاره الصحه عند ال وخلات ام دي. علاش هذا؟ على الاقل الى ما استطعناش انا الممرض ندعمه ماديا ونحسنوا الاجر ديالو ونوفروا ليه التعويضات، على الاقل نوفروا ليه واحد المجال لم يتم الاشاره اليه، ولا انه كاين ان بلوكاج من اي جهه. وهذا ما كيطلب حتى شي غلاف مالي، لانه مادام ان يعني الممرض اللي كيتخرج من المعهد العالي كيتخرج بالسلم 10 على ما اعتقد، ياك، وعنده الحق انه يستكمل الدراسه ديالو. هذه ما كتوفرش كاع للدوله ولا تكلفها اعباء ماليه. معقول هو هذه المساله هذه ديال الفئات؟ مع الاسف حتى القانون الاساسي الاخير جسدها ثاني، قسم ثاني، حتى يقود الممرضين الهلاك باش تفريقها كما كيقولوا فريق تسود. هي انه هاد حنا كاين هاد الفئه هذه اللي كنهضر عليها دابا، ديال اللي كنت كنهضر عليها كما قالت الزميله خديجه، هو انه هذه المساله ديال الجدود كما نسميهم حنا، هاد الافواج الاخيره اللي هما قرابين دابا للتقاعد. هذا اغلبيه ديالهم هما دابا 5000 هذوك داوي سنتين، دابا 5000، وهذوك هما اللي تقصاو في 93 وتقصاو في 2001 من الترقيه الاستثنائيه، وفي 2017 هذا القانون الجديد. هذا دابا ما عندهمش حتى المسار ديال، حيت بحكم سميتو السن ديالهم دابا حتى باش يتبعوا الدراسه ديالهم الجديده، انهم تعطى ال ام دي. حنا كنامنوا انه كاين بعض الحوايج اللي كتجينا من فوق كتفرض على انه خصها دار وكدار، ولكن باش دار بطريقه اللي هي معقوله ما كدارش. هاد ال ام دي بدا الحمد لله، بعدا ديجا بدا وكان عزمه هاد الفتره الماضيه، ودابا حتى ال ام دي كما قلتوا دابا بدا ال ام الماستر كياخذوا منه جوج ثلاثه على ابعد تقدير، واحد خمسه كيتفرقوا على بعض المراكز اللي لحد الساعه حتى الوضعيه ديال المعاهد العليا مازال ما معروفاش فين كاينه، واش تابعه لوزاره الصحه ولا تابعه للتعليم العالي. لهذا هذه المساله هذه باقي هي فيها ثاني حراك كبير. حنا دابا يلاه كنطالبوا، حنا كما قالت السيده بتكامل مع الفئات الاخرى، يلاه كنطالبوا بعض الحوايج. اولا الرفع من واحد السؤال لاحد المتابعين قال لك يجب فتح مسطرات جديده للممرضين في مختلف الكليات من اجل دعم كفاءه الممرضين المغاربه. واش انت خديجه متفقه مع هذا المطلب هذا؟ فعلا احنا متفقين. ان لم يسع هاد المعاهد العليا المهن التمريضيه انها توفر هاد الماسترات، ربما لان في داخل هاد المعاهد ما كايناش كفاءات او اطور اللي يمكن تكون ان بروفيل ديال ممرض او ممرضه حاصله على الماستر. ممكن لجوء هاد الاقتراح، واش كتشوفوا بانه وجيه؟ هذا الاقتراح وجيه، وفعلا هو اللي خصو يكون. خاص جا بمناصب قليله ديال الماستر، جا بشروط تعجيزيه، لم يرقى الى التطلعات التي كان يصبو اليها الممرض.
المعادلة التي كان يحلم بها، ليسونس ماستر دكتورة التي كان يحلم بها منذ زمان ويناضل من أجلها في إطار حركة الممرضين وتقنية الصحة من أجل المعادلة، لم 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 يتوصل إلى نتيجة مرضية. لذلك ففعلا هذا سيكون سيفتح الأبواب على التعليم الجامعي، وسيفتح أبواب دعم كفاءة ديال الممرضين، وبالتالي غيحفز حتى الممرض انه يتلقى تكوين ويحاول ما امكن يطور ذاته ويبحث على التكوين تكوين مستمر. في نفس الاطار اللي سمحتي لي هو انه ما غاديش ننكروا اننا مرينا واحد المرحله اخرى، انه كاين بعدا لانستوراسيون ديال هذه اللي مدات تانستورا بعدا، وكاينين الناس اللي داروا دي ماسترين قله قليله، وكاينين الناس اللي دخلوا دابا كيديروا الدكتوراه ديالهم. ما ننساوش ان عندنا ممرضين اللي ولاو دايرين الدكتوراه ديالهم، ولكن الوضعيه ديالهم ما بعد. كاين دابا اللي عندهم دي ماستر ولا اللي عنده دكتوراه وما دابا هذا هو. وكاينه الوضعيه ديال الاساتذه الدائمين بالمعاهد العليا لعلوم التمريض، لمهن التمريض في لي زانستيتيو. دابا الوضعيه ديالهم بين قوسين، حتى هي راه خصها الوزاره انها تاخذها بين الاعتبار باش تسوي الوضعيه ديال هاد الناس هادو. كان من بين ايضا المطالب انشاء هيئه وطنيه للممرضين وتقنية الصحه. كيفاش كتصور داخل حركه الممرضين وتقنية الصحه انشاء هذه الهيئه؟ واش دور ديالها هو دور استشاري، دور ديال التاطير، واش من دور غيكون عند هذه الهيئه اللي كتقترحوها وهي من في المنف المطلبي لا ديال النقابات ولا ديال الحركه ولا ديال التنسيقيات اللي كتلم هاد الممرضين؟ انشاء هيئه وطنيه للممرضين بحال الشكل ديال الهيئه الوطنيه للاطباء وغيرها والمحامون. كيفاش كتشوف خديجه كفاعله في هاد الحركه انشاء هاد الهيئه؟ فعلا احداث هيئه الممرضين وتقنيه الصحه كان حلم ينتظره الممرض منذ 1970 عندما نادى به الحسن الثاني، المرحوم الحسن الثاني. ولكن هاد احداث هذه الهيئه الوطنيه حاجه ملحه خصوصا في الوقت الحالي، لان كما كنعرفوا كثرت على المهنه ديالنا الدخلاء المسترزقين. كيفاش الدخلاء والمسترزقين؟ وناس كثر كيمارسوا هذه المهنه، كيمارسوا المهنه ويحملون صفه ممرض دون تكوين. وفين كيشتغلوا هادو؟ كيديروا محلات ديالهم ولا ممكن كيشتغلوا في المحلات ديالهم، كيشتغلوا في المنازل، كيشتغلوا بصيغه غير قانونيه او بصيغه قانونيه. المهم حنا ان الهيئه الوطنيه ستنظم المهنه وستحميها من الدخلاء، وستضمن كذلك حق المواطن في الحصول على علاج ذو جوده عاليه ومن طرف ممرض كفء. طبعا يعني سيكون عندها دور لا في التكوين ولا في التأطير ولا في المراقبه ولا في التنظيم ديال الممرضات والممرضين بالمغرب. ستعود بالايجاب لا على الممرض ولا على المواطن. طبعا نتمنوا ان هذه الامال تكون تحققت وتحقق في الحوار القطاعي، لكن ايضا في المطلب ايضا ديال الممرضين والمهنيين في التمريض هو التعويض المادي على الاخطار المهنيه بالنسبه للمزاولين. انتم في داخل الحوار مع الوزاره، وشنو المطلب ديال الممرضات والممرضين المغاربه في هذا التعويض؟ كيفاش خص يكون هذا التعويض والقدر ديالو؟ وكيداير الان الوضعيه الان ديال الممرض في التعويض ديالو الان؟ قبل ما نجاوب على السؤال بدا ما نعرج على داك الهيئه هي ان الوزاره الصحيه اللي مشينا ديال المستشفيات دابا ولا حتى المراكز الصحيه كنلقاو الممرض كيدير كل شيء، يعني حتى من الاعمال اللي ماشي ديالو كيديرها. لكن ما شرط خديجه كيدير النظافه، كيدير الامن، كيدير الحراسه، كيدير اكثر من داك الشيء، كيدير اعمال طبيه اللي ماشي اختصاصه واللي ماشي اختصاص، ولا جاب الله اخطا فيها كاين محاكمات، كاين قد يعرضوا للمساءله. هنا دابا كنرجعوا لهذه المساله هذه ديال ان ربما في السنوات علاش المطالبه ديال الهيئه دابا فاتت، حيت قبل كانوا الناس كيخدموا وكانت الامور غاديه مزيان، زعما ما كاينش، ولكن دابا ولات المحاكمات على واحد كاينين ربما كاين وحده ديال وارزازات، واحد مولده كانت في وارزازات، ممرضه كانت خدامه في قسم الولاده، كانت كتولد 25 عام، ومن بعد ملي وقع مشكل ديال واحد لي تيرمو ديال واحد اللي ديال واحد لانفون متابعه ومشات للحبس. دونك هنا كاين حاله دابا نيت مؤخرا تيزنيت كان ممرض كيخدم في الراديو، ودابا راه حتى هو معرض غير بالنسبه لهذه المساله هذه ديال
ديال الهيئه ربما الخوف ديال الوزاره وانه الا دارته بعد الاعمال حيت حتى الاطباء ما نساوش بعدا حيت حنا في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل كنهضروا على الفئات كامله شي كما حنا كنكملوا بعضياتنا حتى في المنظومه الصحيه شي كيكمل شي اطباء اداريين اعوان ممرضين يعني جميع الفئات شي كتكمل شي حنا باحترام اللي هو مهم بزاف هو ان الوزاره والحكومه الا ما خداش بعين الاعتبار الخصوصيه ديال قطاع الصحه راه ما غاديش الا باقي حنا وظيفه عموميه صحيه يعني تخرج من الوظيفه العموميه العامه يعني تولي وظيفه عموميه صحيه باش يلا كتعامل مع الدوله بديك الخصوصيه ديالها الا جينا نهضروا حتى على التعويضات كما قلتي حنا المطلب ديالنا في الحوار القطاعي شحال كيتلقى شحال ديال التعويضات كاينين عند الممرض باش يعرفوهم المتابعين ديالنا ديال الحلقه كاين بالنسبه دابا نهضر على التعويضات على الاخطاء المهنيه الاخطار حنا كنهضروا على الاخطار المهنيه الاخطار المهنيه دابا الا جينا نهضروا هو انه في واحد المرحله في هذه المرحله الماضيه كتعطى 1400 درهم للممرضين الا حيدنا منها هذه 1400 درهم شهريه ولا شهريه ولا حيدنا منها داك 2500 في الكراد الاول في الثاني 4800 حتى كيوصل 5900 حنا ديالنا حنا كيبقى مفيكسي هنا رجعت دابا حنا في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل مقترح ديالنا وانا نيت بين الناس اللي حضرت في هذا الحوار هذا المطلب ديالنا هو الرفع ديال هذا المبلغ الى 4000 درهم لجميع الفئات بدون استثناء اداريين اعوان اطباء ممرضين يعني اللي مزاولين وغير مزاولين حيت لو ريسك سي لو ميم لو ريسك اللي كيتعرض ليه هذا هو اللي كيتعرض ليه كامل دونك هذا من بين المطالب ديالنا اللي كاينه انه يطلع السقف حتى 4000 درهم خام الشار سي سليمان لهذه المساله ديال التعويض على الاخطاء المهنيه وربما هذا الامر كيتزاد حده اكثر في الوسط القروي باعتبار الاعباء اللي كتكون عند الممرض ونظر حتى الوضع اللي كنعيشوا في المغرب لان نحن بحاجه حسب المنظمه العالميه للصحه 64000 ممرض وحنا في وضع الان اللي ديال 29000 ممرض انت كتقومي بواحد الدور ماشي دور الممرض كتقومي احيانا حتى بعد المهام ديال الطبيب وتعرضين نفسك احيانا للمخاطره والمجازفه وكتقومي بعض الاعمال التي لا يرضاها الممرض اللي تلقى تكوين ديال السيستم ديال ال ام دي كيفاش كتشوفي هذا التعويض اللي اقترحه السي سليمان في اطار الحوار القطاعي واش هو مناسب للاخطار المحدقه بالممرضه وبالممرض الحضاري انا كنشوف بان تقاضي الممرض ل 1400 درهم بالمقابل فئات اخرى تصل الى 5900 درهم حيف شديد في حق الممرض وحنا في اطار الحركه كنطالبوا بالانصاف في التعويض عن الاخطاء المهنيه بصيغه ان الخطا المهني واحد لا يفرق بين مقدمي العلاجات ملي كنقصدوا على مقدمي العلاجات كنقصدوا الطبيب والممرض هادو هما الناس اللي كيقدموا العلاجات متفاوته ولكن خصوصا ان كنبغي نشير لان الممرض كيقدم 80% من العلاجات وان الممرض هو اللي كيدير النقل الصحي كنعرفوا ان النقل الصحي نقطه سوداء يعني كيموت كيمشيو فيها ضحايا يا اما موتى بحال كنستذكر المرحومه سعديه جيدول المرحومه ايمان اوبلوش المرحوم محمد ازيرار بالنقل الصحي من البوادي من الجبال الى المدن الى المستشفيات المحليه والاقليميه وإلى غير ذلك. إذا فهذا الحيف الذي يطال الممرض نطالب بالإنصاف في التعويض عن الخطأ المهني لرفع هذا الحيف بين مقدمي العلاجات. إذا نفس الأخطار نفس التعويض. خطر واحد يساوي تعويض واحد لأن من غير نقل صحي حتى الأوبئة الفيروسات التي يتعرض لها مقدمي العلاجات هي لا تفرق بين مقدمي العلاجات لا تفرق بين الطبيب والممرض. هذا كيجرنا لواحد السؤال دائما كيطرحه المواطن في علاقته بالممرض وربما هذا ديال سؤال تخليق كيفاش كتشوف خديجة العبادي هذه المسألة ديال التخليق داخل المهنة ديال التمريض أنا كنشوف لأنه كيتقال كثير ويكتب الكثير ويقال الكثير وفي إحدى الدراسات اللي تنشرت بأنه كاين أكثر من 80% ديال الممرضين في المغرب يفكرون في مغادرة المهنة وحصولهم على التقاعد النسبي على الاقل لانهم لم يعد يرضون على الواقع اللي كتعيشوا هذه قناعه ذاتيه ولا مرتبطه بمحيط ديال المجتمع ولا
مرتبطة بسياقات أخرى. أنا كنشوف بأن الوضعية التي يعيش فيها الممرض، افتقاده للهيئة، التعويض الغير منصف عن الأخطاء المهنية تطالب به الحركة، تطالب من خلاله بتشغيل الممرضين المعطلين، إدماج جميع الممرضين المعطلين دون تقاعد دون تعاقد، كنشوف بأن هذا تحقيق هذه المطالب سيرفع الضغط عن الممرض، لأن الممرض يقع دائما في مواجهات مع المريض بسبب كنذكر على الأخص نقص الموارد البشرية الحاد، فأنا كنلقاو ممرض واحد يؤدي مهمة 4 ممرضين إلى 5 ممرضين، كنلقاو بعض المرات واحد في المستعجلات أو 2 في المستعجلات ديال السي اتش شي ولا ديال مستشفى إقليمي ولا ديال مستشفى جهوي، هذا بالفعل غادي يجعلوا تحت ضغط ويجعلوا في صراع وفي مشادات مع المواطن أو مع المريض أو مع رفيق المريض أو مع المرافقين. هذه من أهم الأسباب أن النقص في الموارد البشرية يؤثر بشكل كبير على العلاقات بين الممرض والمريض، ويخلق بالطبع جوا من التوترات والمواجهات بين المواطن والممرض. وكذلك كنشوفوا ان هذا الشيء كينعكس على كنشوفوا هناك ظاهره عنف كثيره داخل المؤسسات، الحيط القصير اللي كيلقى عنده احتكاك مباشر مع المرتفقين ومع طالبي الخدمات ايضا الصحيه، هو الحيط القصير اللي هو اللي خصو يقول لهم راه ما كاينش طبيب، هو اللي خصو يقول لهم راه سكانر خاسر، هو اللي خصو يقول لهم راه الراديو خاسر، هو اللي خصو يقول لهم هاد التحليل راه ما كايناش خصك ديرها في البريفي. يعني كيبقى الممرض دائما وضعت الوزارة في مواجهة مع مباشرة مع المريض، وهو اللي كيتحمل هذا النقص، وهذا النقص لا في البنية التحتية لا في الموارد البشرية، لا في الأجهزة البيوطبية، لا في المانتونونس، لا في الأدوية. وكنشوفوا هذا الشيء اللي كيطرى مؤخرا بالنسبة للأنسولين اللي خلق أزمات عدة في المستشفيات وفي المراكز الصحية اللي كينتج عليها فعلا توترات بين المواطن وبين الممرض. عندك شيء إضافة سي سليمان على هذه المسألة ديال التخليق؟ نعم. ما دمتم أن أنتم في العمل النقابي كتحاولوا ما أمكن نعم. أن تزوجوا بين احترام المهنة واحترام وبين الحقوق والواجبات. إحنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ماشي المطلب ديالنا ديما خبزي. إحنا أول حاجة الهم ديال الأول والأخير هي تجويد المهنة. تجويد المهنة والخدمة والاعتناء بالطبقة الكادحة خاصة، حيث المستشفى واش الكادحة الممرضين ولا الكادحة ديال لا حتى ديال طالبي الخدمات المواطنين. حنا دابا ملينا كنتعاملوا ان المستشفيات ما كيوصلهم غير هذيك الطبقة اللي سميتو، وهذا الدليل هو هذا الشيء اللي وقع مؤخرا بأكادير. هنا دابا واحد المؤسسة دابا مسدودة، الناس دابا كتلعب بين العمومي وبين الخصوصي، ولكن احنا نستبشر خيرا. علاش؟ حيت احنا الممرضين ديما هما لا مختصر، هذاك اللي كيكالمي اللي كيتواجه مع كيمتص الاحتقان يعني ما غادي تجي فيه وكيمشي حتى كتوصل للمحاكم وتوصل المتابعه القضائيه. هو الا كان كانت فيه شي حاجه هو راه كيتابع، والا ما كانش غالبا ان الممرضين كيتنازلوا في ذوك الحالات، حيت كيشوفوا المريض في وضعيه اللي واخا يتعدى عليك حيت ماشي في وضعيه سليمه، يعني ديما هو كيكون تحت الضغط والضغط يكون لولده ولدته وزاره الصحه والحكومه. يعني الظروف الاستشفائيه غير متوفره، يعني غير متوفره. وثانيا الظروف ثالث، انا كنقول حتى وزاره الصحه براسها، وزاره الصحه انا بعض الاقتراحات في وضعيه لا تحسد عليه، ان ملي باقي كدير خدمه اداريه باقي ان الميزانيه ديال الدوله باقى فيها يلاه 6.1 وقالوا كل خصنا نوصلوا على الاقل 10% من النتيجه ديال من الميزانيه ديال الدوله كامله. حنا يلاه 6%، هذيك 4% اللي باقى راه على حساب الظروف ديال العمل والامكانيات ديال الممرض. فاش مشات حنا دابا باغيين نجودوا الخدمات ولكن على حساب الممرض. الممرض دابا كاين اعتراف ديال الوزاره شخصيا، الوزير شخصيا، ان كل ممرض كيدير خدمه ديال 9 الناس وديال 10 الناس، هذا اعتراف. وملي كتجي التعويض ديالو، ملي كتجي تبغي تعوضه، غنقول لك بعض المسائل اللي هي مهمه لهاد التعويضات، الرفع من التعويض على المسؤوليه نقول لك انا دابا كمسؤول كنتخلصوا 10 دراهم في النهار في المسؤوليه،
لا رئيس الجزائر كتبقى ديك 6 دراهم في النهار. كاين رفع في التعويض عن الحراسه والالزاميه. الحراسه والالزاميه ان الممرض كيدير الليل كيدير النهار كيدير. بالله عليك ملي كنخدم بالنهار نخلصوا الساعه الاضافيه الا تزاد اثمنه هزيله وتعويضات جد هزيله. اخراج الوجود هذه المنحه ديال المردوديه. المردوديه سنوات هذه وهي اللي كتجمع باش يعطيو. حنا في النقابه في الكونفدرال ديمقراطي للشغل كنطالبوا بلو 13 موا. لو 13 موا راه كاين بعض شحال من وزارات اللي هما مع احترامات الادارات اللي ما عندهاش كتعامل مع الوراق وكتعامل مع. وحنا في الاداره اللي مع المواطن ومع المريض اللي بغينا نجودوا هذه القضيه اللي قلتوا ديال الخدمات على حساب على نهايته. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا سيدي. معك سيدي محمد بقدور ممرض من كنيت ملول. مرحبا مرحبا سي محمد مرحبا تفضل. انا اخويا ندير مداخله في غير باختصار لان الا عندك سؤال ولا عندك اقتراح ولا عندك توجيه تفيدنا باعتبار طاف داخل المهنه تفضل. سيدي حنا المهن الصحيه المهن التمريضيه عامه خصوصا المهن التمريضيه وتقنيه الصحه كاين فيهم واحد الفراغ مهول فيما يخص الترسانه القانونيه وفيما يخص القوانين المنظمه للمهن اللي كنلقاو مع المواطنين وتسميه الاعتداءات اللي تكونوا المتابعات القضائيه الجائره للممرضين المغاربه. حنا كنطالبوا كنقابه وكهيئه وكحركه الممرضين وتقنيه الصحه كنطالبوا بانزال القوانين باخراج مصنف الكفاءات والمهن. هذا المطلب ما غاديش تخسر عليه الدوله ولو سنتيم واحد. ولا انزال الهيئه اخراج هيئه الى الوجود الهيئه الوطنيه للممرضين وتقنيه الصحه 1970 وكان ذكر الراحل الحسن الثاني في الخطاب الملكي بتوجيه اللي تكون واحد الهيئه تجمع الممرضين شامل الممرضين وكتدافع على المهنه وكتقنن المهن التمريضيه. وكنطالبوا ايضا بتحفيزات الممرضين. علاش كاين ما كاينش تحفيزات؟ ما كاينش الممرض هو اكثر العاملين في القطاع الصحي خدمه ولكن يعطي اكثر عدد العلاجات وبالمقابل يقابلوا بجفاء. ما كاين لا تحفيز ما كاين تعويضات هزيله مقارنه مع فئات اخرى من مقدمي العلاجات. علاش هذا التمييز؟ علاش هذا الحكره؟ فين هي الكرامه التمريضيه؟ حنا كنطرحوا السؤال وزير الصحه الوصي على القطاع علاش باقي لحد الان يتماطل ولا يريدوا الاستجابه للمطالب وتيقول لي بانها عادله ومشروعه. دار كاين ضحايا ديال المرسوم 537 جوج من الاخوان ذوي السنتين ولا الاخوان ثلاث سنوات. كانوا واحد خرجوا واحد القوانين واحد القانون النظام الاساسي مهزله لا يربي لا يلبي الشروط اللي كانوا طالبوا بها. ومع ذلك وكيقول الوزير تخرجنا بواحد الطريقه استفزازيه بان الممرضين نالوا حقهم في المطالب وخرجوا لهم مرسوم. هذا المرسوم خرج عوج كنسميو حنا مهزله لانه لا يلبي التطلعات ديال الاطر التمريضيه والجسم التمريضي. شكرا شكرا لك سي محمد وكنشكرك لان ضيق الوقت كيزاحمنا. سمعنا الكلام ديال سي محمد بغينا نختموا لان بقات لنا ثلاثه ديال الدقائق من البرنامج او اقل. اشنا هي الامال والانتظارات ديالكم في هذا اليوم؟ اشنا او خلتوا اليوم العالمي اول امس واليوم في المحطه ديال الاضراب اشنا هي الامال في جمله او جملتين سي سليمان؟ غادي ربما ما غاديش تفوتني هذه القضيه ديال التحفيزات اللي قال. غنشير اننا مؤخرا تم التوقيع ديال واحد المجلس الاقليمي ديال تيزنيت سنه واحد اتفاقيه ديال التحفيزات ديال الاطر الصحيه بالوسط الوسط القروي وهي بادره طيبه نتمنوا انها تعمم على الصعيد الوطني. هذا اعتراف من هنا بهذه المناسبه كنود ان نشكر هذا المجلس الاقليمي بهذا ديال تيزنيت على هذه البادره اللي دار وكنتمنى انها تعمم في الاقاليم اخرى وغادي تخرجهم بهذيك الطريقه تخرجهم بهذه الطريقه وتحفز بهم المواطنين. بالنسبه للانتظارات ديالنا اننا جمله لان الوقت كيضاق املنا كبير في المستقبل وحنا عندنا الامل في المستقبل. غير ان كما قال الاخ اللي هضر دابا ان كاين بعض المسائل اللي ما كتطلبش امكانيات وكنتمنوا ان الوزاره انها خصوصا الا ما قدتش تخرج بمسائل اللي هي ملموسه الفائده الاطر التمريضيه والصحيه عامه فان المسار ديال الاضرابات سيستمر
وهذه الخطره الا جاب الله توحدت هذه الحركات والتنسيقيات والنقابات راه سيشكل خطر على الاطباء ديالنا. انا الحراك ديال الاطباء في هذه المناسبه كنحيوهم حتى هما راه في نفس المسار. شكرا شكرا لك سي سليمان. خديجه كريمه اخيره في جمله. الكلمه الاخيره هي اننا كنتمنى الانتظارات ديالنا ان كنتمنى من الممرضين كافه ان يلتفوا حول حركه الممرضين وتقني الصحه وحول النقابات التي تمثلهم للدفاع عن حقوقهم، وان شاء الله نزيدوا بالمهنه ديالنا القدام ونزيدوا بمهنه التمريض القدام ونحققوا جميع الطلبات ديالنا وجميع المطالب ديالنا ان شاء الله. اشكرك خدي جلعبادي. وما ننساش انني نتاسف للمواطن، المواطن كنتاسف ليه بشده وكنقول ليه عذرا ايها المريض، الوزارة هكذا تريد. شكرا لك خديجة العبادي عن حركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب. شكرا أيضا سي سليمان العمري اللي هو كاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بتابعة للكونفدرالية الديمقراطية الشغل بجهة سوس ماسة. نكون بهذا قد استوفينا حلقة برنامج اليوم الملفات للنقاش. باسمكم أشكر زميلي في المتابعة سي صمداني. أضرب لكم موعدا يوم غد إن شاء الله في موضوع جديد وحلقة جديدة، فانتظرونا.